بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لأن إن شاء الله حنبدأ الباي كونستري ليسنس، لكن قبل ما نبدأ عايز أنبه لثلاثة حاجات. الحاجة الأولى، المصدر اللي أنا هستخدمه، أنا هستخدم ليبين كود اللي هو لغته سهلة وبسيطة يعني جميل جدا. هاربر بايو كيمستري هو شوية فيه تفاصيل أكتر من ليبين كود، وبرنسبل أوف بايو كيمستري برضه فيه تفاصيل أكبر بالذات فيما يخص الكيمستري. فالثلاثة مراجع دي أنا بلقط منها الحاجات اللي بحتاجها. الحاجة الثانية، المراجعات دي ما كافية إنه الزول يعتمد عليها بالتأكيد، هي فقط تشرح نقاط معينة في كل درس. الحاجة الثالثة، أي سؤال أنا بطرحه أثناء المراجعة، أنت طوال ممكن توقف الفيديو تجاوب على السؤال في نفسك، تفكر فيه وتجاوب عليه، وبعد ذاك تواصل الفيديو. طيب نبدأ إن شاء الله. في البايو كيمستري إحنا ممكن نتناول حاجات كثيرة، يعني مثلا طيب ممكن مثلا نتكلم عن الكربوهيدرات بايو كيمستري، ممكن نتكلم عن الليبيدز، البروتينز، النيوكليك اسيدز and so on. اوكي، في الدرس ده احنا هنتكلم عن البروتين بايو كيمستري، وبالذات في البروتين بايو كيمستري يعني هو فيه دروس كثيره، فانا هتكلم الليله ان شاء الله عن ميتابوليزم of proteins. Okay, as we know, metabolism هي كلمة بتشمل لنا حاجتين، anabolism and catabolism. So we will start with metabolism, and before metabolism we should talk about protein digestion. As a general principle for the metabolism of biomolecules including carbohydrates, proteins, lipids, the first step is always the digestion. الدايجستشن بمعنى البسيط انه يكون عندي ماكرو مولكيول واجي اكسره لاجزاء صغيره. اجي اكسر. طيب الاجزاء الصغيره دي هي الفورمينج يونتس، او اذا كان ده البوليمر وهو ده المونومر. طيب في حاله البروتين المونومر بتاعي هو الامينو اسيدز. يبقى في الدايجستشن المهمة هي انه انا اكسر البروتين واحوله لامينو اسيد. طيب البروتين ده ممكن يكون مصادر كثيرة جدا، منها الحاجات دي. فاول خطوة بتاعت ميتابوليزم هي انه يعني after injection، اذا كان دي الاستومك ودي السمول انتستين. اذا استومك we will start the protein digestion. The source of protein in the stomach is not only the diet source. We have diet يعني الوجبة. We have the digested enzymes يعني في enzymes بعد الفانكشن بتاعتها تنتهي هي بتكون قاعدة في الاستومك، فهي جزء من البروتين اللي بيحصل لها digestion. So اللي هو some. In addition to the proteins that sloughed off from the GIT يعني البروتينات اللي بيحصل لها قشط، بأي فعل ميكانيكي بيحصل قشط لجدار المعدة وبيطلع منها بروتينات. فالسلافت اوف بروتينز هي الحاجة التالتة. فالتلات حاجات دي مع بعض، الدايت والانزيمز القديمة والسلافت اوف بروتينز، كلها بيحصل لها دايجستشن. In the stomach في خطوة مهمة جدا بيأديها لنا ال HCL الموجود في الستومك. طبعا ال HCL ما عنده إفكت على البيبتايد بونز بتاعة البروتين، تمام؟ لكن عنده مهمة اللي هي the denaturation of these proteins. As we know البروتين عادةً هي بالذات الجلوبولر بروتينز بيكون عندها tertiary structure، compact structure، enzymes ما تقدر تصل للكور بتاع البروتين. Therefore ال HCL بيجي بيعمل لنا denaturation، بمعنى إن البروتين يبقى ممكن نصل له عن طريق الانزيمز. في جنرال برينسيبل مهم جدا انا عايز اقوله، the name of enzymes indicates its biological features. اي انزيم ما تحفظ اسمه، ساي شوف الاسم ده وراه في شنو.
الإنزيم اسمه بيدلك على حاجة معينة. أول إنزيم بيلاقي لنا البروتين في الاستومك هو إنزيم البيبسينوجين. طيب نحن قبل شوية قلنا إنه الاسم بتاع الإنزيم بيديك فكرة عن طبيعته. طيب البيبسينوجين، طيب هنا من الاسم بتاعه بنلقى إنه الإنزيم ده هو ما أكتف، هو كاتاليتيكالي إن أكتف، يعني لو لاقى البروتين ما هيعمل له ده جسم. ليه؟ لأنه عندنا السفكس جين هو indicates إنه الإنزيم ده ما أكتف، تمام؟ طيب فائدة كده شنو؟ فائدة كده إنه إحنا عندنا بروتينات في جسمنا كله، تمام؟ فالإنزيم ده إذا كان أكتف هيعمل digestion من الأورجن اللي عمل له secretion، فدي هتكون مشكلة اللي هي المشكلة بتاعة الأوتو دايجستشن. البيبسينوجين بتحول من برو إنزيم لأكتيف إنزيم. طيب وكيف بتحول؟ تحول من بيبسينوجين لبيبسين. طيب كيف بتحول؟ طيب بتحول عن طريق حاجتين. طيب الحاجة الأولى إنه البيبسينوجين عن طريق ال HCl يتحول لبيبسين، تمام؟ طيب الطريقة الثانية إنه البيبسين ذاته حصل له اكتيفيشن يمشي يعمل بروتيوليتيك اكتيفيشن. بروتيوليتيك يعني يكسر جزء من البروتين ده أو من الإنزيم ده، طبعا الإنزيم عبارة عن بروتين. طيب يكسر جزء منه ويحول لنا لبيبسين. طيب أنا ما أقول بيكسر جزء منه، بيكسر شنو يعني بالضبط؟ طريقة الإنزيم البيبسين ذاته البيجا أكتيف ده يقطع عليه هنا بيبتايد بوم ويطلع عليه ثلاثة أمين أسيد دي يبقى أكتر. طيب the question is كيف قطع الثلاثة أمين أسيد يتسبب في إنه البروتين يتحول من inactive لactive؟ زي ما عارفين إحنا عندنا levels مختلفة للاستركشر بتاعة البروتين، يعني بيبدأ بسيكونس عادي بسميه البرايمر استركشر، بعد ذاك بسليه partial folding بديك السكندري استركشر، بعد ذاك بسليه complete folding بديك الثري دايمنشن استركشر. طيب الثري دايمنشن استركشر أهم بونز هي مهمة فيه وهي الهيدروفوبيك بونز، تمام؟ طيب الهيدروفوبيك بونز دي هي مكوناتها هي الهيدروفوبيك أمينو أسيدز، هي اللي بتعمل الهيدروفوبيك انتر أكشن. طيب إذا كان عندي البيبسينوجين هو تخيلنا إنه ده الثري دايمنشن استركشر بتاعه وهو إن أكتيف، تمام؟ طيب فإذا كان عندي الأمينو أسيد بجاي قمت قطعت جزء منين؟ خلصت من جزء من الأمينو أسيد. طيب الامينو اسيد ديل كانوا مساهمات في 3 دايمنشن ستراكشر، فبالتالي خروجهم هيتسبب في انه 3 دايمنشن ستراكشر يتغير لستراكشر ثاني، فنقول انه the active structure the active 3 دايمنشن ستراكشر، تمام؟ طيب الاكتيف 3 دايمنشن ستراكشر جاهز انه يعمل دايجستشن للبروتين، والبيبسين بيجا اكتيف هيمشي طوالي يعمل له degradation، تمام؟ طيب البروتين بيحصل له degradation by البيبسين، النتيجة بتكون عبارة عن polypeptides، يبقى هنا الرزلت عبارة عن polypeptides. طيب البوليبيبتايدز دي ما هيحصل لها absorption، هتواصل طريقة من الاستومك للانتستين، في الانتستين هتلاقينا enzymes جديدة اللي هي البانكرياتيك proteases، تمام؟ proteases يعني enzymes that degrades the proteins. فالبروتيازز عندنا two main types of proteases، تمام؟ طيب يبقى نحن عايز كده انتهينا من الاستومك، هنمشي للانتستين، فالبوليبيبتايدز هتمشي للانتستين. طيب في الانتستين قلنا هتلاقي البروتيز. طيب البروتيازز النوعين اللي هو النوع الاول بسميه اندو بيبتيدز، النوع الاول بسميه اندو بيبتيدز، والنوع الثاني بسميه اكزو بيبتيدز، تمام؟ طيب اذا كان البوليبيبتايد الجات من الاستومك ووصلت في الانتستين، اذا كان ده افترضنا ان السيكونس بتاعه هي عباره عن امينو اسيد ووصل مع بعض بالبيبتايد بوند، فالاندو بيبتيدز تقطع لنا البيبتايد بوندز الموجوده في وسط البيبتايد، اما الامينو اسيد اللي بتكون من الاطراف تقطع لنا البيبتايد بوندز باي الاكزو بيبتيدز، تمام؟ فالنتيجة بتكون عندنا انه هنا بيكون عندنا fragments وهنا عندنا individual amino acids، still لسه في fragments، لكن fragments دي can be absorbed.
طيب بالنسبة للإندو بيبتيداز والإكزو بيبتيداز، هما بيحصل لهم سكريشن من وين؟ هما بيجونا من البنكرياس، عشان كده بسميهم بانكرياتيك بروتيزيس. طيب فابدأ، إذا كان عندنا دي الانتستين، فكان دي السمول انتستين، وعندنا هنا ده مثلا بنكرياس، فبيحصل سكريشن للبروتيتيك انزيمز في لحظة الدايجيشن، تمام؟ طيب فإذا كبرنا هنا نلقى انه الانزيمز دي زي ما قلنا هي اندو بيبتيداز والاكزو بيبتيداز. طيب الاندو بيبتيداز دي عندنا ثلاثة انزيمز، عندنا التريبسينو جين، عندنا الكيمو تريبسين، وعندنا اللي هو البرو إلاستيز. طيب again لاحظ الاسم بتاع الانزيم تريبسينو جين برو إلاستيز، تمام؟ طيب again هنا برو إلاستيز هو inactive enzymes، انه برو يعني زي برو دراج. الانزيمز دي بيحصل لها اكتيفيشن بمنو؟ قبل هناك حصل اكتيفيشن للبيبسين بواسطه ال HCL، وبعد ذاك عمل اوتو اكتيفيشن، تمام؟ طيب هنا حيحصل اكتيفيشن عن طريق انزيم برضو، حيقطع جزء من الانزيمز دي، وبالتالي يتحول ل 3 dimensional structure in the active form. الانزيم ده اسمه الانتيرو بيبتيديز. الانتيرو بيبتيديز ده هو بيعمل اكتيفيشن للانزيمز دي، وهو موجود في الغرش بوردر بتاعت الانتستين. اول انزيم بيجي اللي هو تريبسينوجين، فاول ما يجي جنب الانتيرو بيبتيديز هو موجود هنا، فبيقوم يعمل اكتيفيشن للتريبسينوجين بيحوله لتريبسين. اوكي كده بقى التريبسين اكتيف. التريبسين بيدوره بيقوم يعمل شنو؟ بيعمل بروتيوليتيك اكتيفيشن اجين، أول هي بتبدأ تعمل دايجستيشن للبروتين، هي اندو زي ما قلنا، والاندو بيبتيداز بتيجي في النص. بالنسبة للإكسو بيبتيداز، إكسو بيبتيداز إنزيم عندنا اسمه كاربوكسي بيبتيداز، كاربوكسي بيبتيداز. طيب الكاربوكسي بيبتيداز عندنا منه تو تايبس A and B. يلا يا جماعة نسأل نفسنا سؤال بسيط، الانزيمز دي هي كلها عبارة عن بيبتيديز انزيمز، ليه الانزيمز دي كثيرة كده؟ يعني هي بيبتايد بوند، يعني بيبتايد بوند ممكن انزيم واحد يقطع لنا البيبتايد بوند دي كلها، مش ممكن؟ لا، هنا عندنا principle of selectivity، بمعنى انه كل واحد من الانزيمز دي بيقطع البيبتايد بوند اللي بيكون جنبها امينو اسيد معين. زي ما شايفين هنا في الصورة عندنا ده التريبسين، طبعا هو كان inactive تريبسينوجين، تحول عن طريق الانتيرو بيبتيداز بقى تريبسين، بعد ما بقى اكتيف جه عمل اكتيفيشن للكيمو تريبسين، وعمل اكتيفيشن برضه للبرو الستيز اولسو للبرو كاربوكس بيبتيداز. بتلاحظ حاجه، التريبسين بيجي يعمل سكانينج للدايتري بروتين، مجرد ما لقى ارجينين او لايسين بيقوم بيقطع، الكيمو تريبسين هيتم مجرد ما لقى واحد من الامينو اسيد ديت هو اللي قطع البيبتايد بوند، بعديهم كذلك الإلاستيز لقى ديل طوالي. أما الإكزو بيبتيديز فهي بتجي من برا بتعمل سكان، مجرد ما لقيت الألانين أو الأيزوليوسين أو ديل فبتقعد تعمل كليفت. طيب يا جماعة، إذا كانت البروتيزيز هي بالذات الموجودة في الانتستين هي مصدرها البنكرياس، طيب نحن نتوقع شنو إذا كان الزول عنده بانكرياتايتس أو عملوا له سيرجيكال ريموفال للبنكرياس؟ اذا كان دي الابيثيليال سيلز الفاصله ما بين اليومين الموجود فيها البرودكتس بتاعت الدايجيشن بتاعنا، عندنا تو مين ميكانيزمز باي ويتش امينو اسيدز كان بي ابزورب، تمام؟ الميكانيزم الاولى انه الامينو اسيد يجي خاشي مع الصوديوم عن طريق كو ترانسبورتر اللي هو تخلينا الصوديوم مع الامينو اسيد. طيب ليه الامينو اسيد ما يخش ساي كده يعني بدون ترانسبورتر وكده؟ لانه بعد شويه الامينو اسيد لما يحصل لنا ابزوربشن
بيحصل لهم accumulation inside the epithelial cells، وبالتالي ما بكون في فرصة للسيمبول ديفيوجن. ليه؟ لأنه الconcentration gradient بالعكس يعني هيخلي الأمينو أسيد تطلع برا، تمام؟ طيب فعشان كده الصوديوم ممكن يخش ويخش معاه الأمينو أسيد، يعني هنا صوديوم واسطة يعني، تمام؟ طيب الصوديوم ده بيشبع شوية بيكتر زي الأمينو أسيد؟ لا لا ما بيكتر. ليه؟ لأنه عندنا بيجاي عندنا ال ATP صوديوم بوتاسيوم بام، so it will bumps the sodium out، طلع لنا 3 صوديوم وبتدخل 2 بوتاسيوم. فالمهم هنا الصوديوم مجرد ما خشى بيطلع برا طوالي، فبالتالي عندنا هنا concentration gradient بيزيد بالنسبة للصوديوم. فدي الميكانيزم الأولى اللي هي depends on sodium. الميكانيزم الثانية هي مخصصة للشورت بيبتايدز، يعني شورت بيبتايدز cannot be absorbed by the sodium co-transporter، فهم بيجوا مع واسطة ثانية، واسطة أقوى اللي هي منه الهيدروجين the proton. again proton concentration هنا أكبر من هنا، ما فبالتالي في فرصة لشنو للconcentration gradient إنه يحصل، وبالتالي الاثنين بيخشوا عن طريق الكوترانسبورتر البيبتايز. طيب لكن نحط في بالنا حاجة، استحالة تلقى إنه البيبتايز دي عدت من هنا وخشت هنا طوال. again this short peptides بعد ما خشت هنا فاللي هي بتكون عبارة عن داي، هذه بتكون داي أو تراي بيبتايد، فبيحصل لها برضو digestion within the epithelial cells، يكون عندنا cytoplasmic peptidase، cytoplasmic peptidase فبيكون بتكسر لنا الداي والتراي بيبتايز، يقول لنا ايه individual amino acids. اوكي طيب فالنتيجة النهائية عندنا individual amino acids، فبيحصل لها transport into the blood، فالindividual amino acid من السيلز دي بتخش للبلد عن طريق الديفيوجن، تمام؟ لكن ديفيوجن عن طريق كارير، فهو facilitated diffusion من البلد. هي طبعا هنا السيلز هي بتدي portal circulation، هي هذا البلد هنا. طيب فبتقوم بعد ذلك تمشي وين؟ تمشي ل الليفر، من الليفر هناك عايز احصل لها ميتابوليزم او ترسل للبلد circulation. هنا في معلومه بسيطه انه بما انه الصوديوم خشى هنا بعد ما كان الكونسنتريشن بسيط، واللي هو كان سبب في كده انه ال ATP طلعت لنا صوديوم برا ATP بومب، فال ATP بومب هنا البومب دي بتستغل البرايمري اكتيف، برايمري اكتيف ترانسبورت، لانه هنا ال ATP دايركتلي انفولف في البروسيس بتاع الترانسبورت. اما ده هنا ما بسميه برايمري اكتيف، بسميه سكندري اكتيف، لانه برضه هو بطريقه غير مباشره بيعتمد على ال ATP، ما بطريقه مباشره. within the cells and outside the cells بيكون عندنا بروتينات، تمام؟ طيب اذا كان هي دي السيلز ودي outside، هنا عندنا بروتين وهنا عندنا بروتين او انزيم او whatever، هي نوع من البروتينات، تمام؟ طيب بعد ما انتهت الفانكشن بتاعته هل بيحصل له digestion بانه يمشي للاستومك و و و؟ بالتاكيد ما بالطريقه دي، هو بيحصل له digestion عن طريق سيستم بسميه الويبيكوتين بروتيوسوم سيستم، تمام؟ طيب ده بالنسبه للبروتينات اللي قاعده جوا الخليه، مدتها انتهت يعني انزيم فانكشن بتاعته انتهت، طوال يحصل له ديجريديشن عن طريق الويبيكوتين بروتيوسوم سيستم. طيب البروتينات اللي قاعده برا الخليه بيحصل لها ديجريديشن عن طريق اللايسوسوم سيستم، تلقى عندنا هنا اللايسوسوم سيستم وبيعمل ديجريديشن للبروتينات. بنحتاج طاقة هنا وهنا ما بنحتاج طاقة، يعني دي هنا ATP dependent process وهنا ATP independent process. طيب نحن نركز أكثر على ATP dependent ubiquitin proteosome system. ubiquitin proteosome ATP dependent system، هنا كلمة ubiquitin هي عبارة عن small protein. proteosome ده الحاجة اللي بتجي تكسر بعدين البروتين، تمام؟ ما عايز يعني، تمام؟ فالويبيكوتين السمول بروتين ده will be attached to the protein target، يعني انا عندي انزيم معين مدته انتهت،
بيجي الويبيكوتين بيحصل له ارتباط مع الانزيم ده، تمام؟ ده اشاره لانه الانزيم ده will be degraded، يعني الويبيكوتين ده تلصق في البروتين خلاص، يعني زي حبل المشنقة اللي بتلف حول البروتين المعين. الويبيكوتين بتلصق مع الانزيم بيخشوا في البروتيوسوم، البروتيوسوم بيعمل degradation للبروتين بيديك free amino acids، تمام؟ طيب هي ليه ATP dependent؟ لانه ارتباط الويبيكوتين بالتارجت انزيم او بالتارجت بروتين هو عمليه بتحتاج ATP. عندنا ده الويبيكوتين، ده البروتين ده عمليه degradation، عندنا بالظهر ده انزيم، الانزيم اللي هو الويبيكوتين لايجيز هيلصق لي الويبيكوتين الصغير ده بالبروتين، هنا البروتين وده هنا بجاي صغير، ده السلسله دي عباره عن عباره عن ويبيكوتين، فبيجوا للبروتيوسوم. شال بعد ذاك البروتين بيخش داخل البروتيوسوم، داخل البروتيوسوم في انزيم سيستم بيقوم بيبدأ يعمل لنا تكسير للبروتين، والنتيجة بتكون عبارة عن فري امينو اسيدز. يبقى نأخذ في بالنا حاجة مهمة جدا، انه الامينو اسيدز الموجودة داخل الخلية in the free form بتكون جايانا من sources كثيرة. الليلة في الحلقة دي احنا شفنا two sources. السورس الاول digestion products جايانا من البروتين digestion and absorption، والسورس الثاني الجايين من هدم البروتينات الموجودة داخل الخلية وخارج الخلية عن طريق الويبيكوتين واللايسوسوم سيستم، تمام؟ ده بالإضافة لمصدر ثالث الأمينو أسيدز اللي بيحصل لها سينثيسيس inside the body. دي المصادر الثلاثة اللي بيمدوني بالفري أمينو أسيدز. So الأمينو أسيدز الموجودة in the free form بسميها الأمينو أسيدز بول أو سلة، يعني سلة بمعنى أنه انا بياخذ فيها الفري امينو اسيد وبجي اشيل منها الفري امينو اسيد. طيب الفري امينو اسيد بشيله بعمل بها شنو؟ نمرة واحد البروتين سينثيسيس، عندي بروتين عايز اصنعه، عندنا other important bio molecules. الحياة الثالثة انه انا بستفيد من الامينو اسيد دي as nitrogen source، بيستخدم الجسم في حاجات كثيرة، تمام؟ الكمية الزايدة عن حاجة الجسم نهاية ما بحصل لها تخزين، يعني ما في حاجة اسمها بروتين ستوري، عندنا حاجة اسمها البروتين تير اوفر، تمام؟ البروتين تيرن اوفر عباره عن كميه البروتين القاعده في الجسم اللي بتكون بكميه ثابته، تمام؟ يعني الجسم فيه كميه ثابته من البروتين، ليس معنى الكلام ده انها تتخزن، لكن بمعنى انه البروتين بتخش للخليه بريت معين وبتطلع منه بريت ثاني، تمام؟ فالمحصل هنا بيكون في اتزان في كميه البروتينات الموجوده داخل الجسم، فالحاجه دي بنسميها البروتين تيرن اوفر. أربعة أمينو أسيد مجموعة في كلمة بيست، بي برولين، الإي والجلوتاميت، الإس هو السيرين، والدي هو الثريونين، تمام؟ طيب أحيانا أنت ممكن تلقى مثلا الجلوتاميت يعني تلقاه بالرمز ده، فإذا جيت بالرمز ده بسموه الـ 1 letter code، ده بسموه الـ 3 letter code، يعني في النهاية بدل بيان على أمينو أسيد معين. اي واحد من الامينو اسيدز لما يتكرر بصوره كبيره في البيبتايد بيخلي البيبتايد كيميكالي ليابل فور ويبيكوتينيشن، يعني بخليها عندها افينيتي، عندها قابليه انها ترتبط بالويبيكوتين وبالتالي ديجريديشن. اتمنى اكون وصلت بعض المفاهيم عن البروتين دايجيشن، طبعا زي ما بكفي كانك تتكلم بحريتك، لكن هي بعض المفاهيم اللي بتساعدك اثناء القرايه. لحد الحلقه الجايه ان شاء الله اشوفكم بخير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.